منذ زمن دعت وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل أو بميدان الرجل للتقدم، ثم تلتها صحف بلدنا بالدعوة، فهل بقاء المرأة بحدودها الحالية يعتبر تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد أنزعة المرأة إلى ما لا يعمل عقباء؟ وهذا من الداء الذي يشرعه الأعداء، ويستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل الكثير من الشباب، فينشرون بينهم هذه الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العمل بين الرجال وفي المدارس وفي كل مكان، مع الصبي صفا جنبا إلى جنب، حتى تكثر الفاحشة ويضم الفساد وتنحدر الأخلاق إلى أخلاق سافلة، أخلاق بهيمية. هذه مقاصد وعداء الله، والواجب هو بقاء المرأة على حالها الإسلامية، أن تكون في بيتها معلمة لأولادها وأطفالها، مساعدة لبيتها، معتنة بزوجها، وإذا كان عندها فضل تنفع المسلمين في تعليم البنات، في مدارس البنات، في الطب والتمريض للنساء، فيما يتعلق بالنساء. هذه حدودها، وبهذا يكون لها النجاة ويكون لشعبها ومجتمعها خير والفوز والصلاح. أما إذا خرجت الشباب في مدارسهم وفي مجتمعاتهم وصاروا أصلنا كاتبات في المكاتب وسكرتيرات للناس وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، صار ذلك الفساد وصار الخراب والتمعن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.